على هذه التلة تتربع كنيسة المسكوبية بأحد أحياء مدينة الخليل. هذا المعلم المسيحي الوحيد الذي تحتضنه المدينة يرجع تاريخها إلى عام 1906 ميلادية، عندما قام أحد الرهبان الروس بشراء قطعة الأرض وبناء الكنيسة التي تعتبر من أجمل الكنائس في الأراضي الفلسطينية. فمنذ ذلك الحين وحتى وقتنا هذا تفتح الكنيسة أبوابها لكل من يأتيها زائراً. الأب لانيد هو من بنى الكنيسة عندما جاء إلى هذه البلاد، والكنيسة الآن كبيرة جدا وجميلة، وزوار البلاد المقدسة من الروس الأرثوذكس يأتون إلى هنا ويؤدون الصلاة ويستمتعون جدا في هذه المنطقة. تقول الرواية التاريخية أن المسكوبية بنيت بجانب بلوطة سيدنا إبراهيم عليه السلام التي استظل بظلها هو وزوجته سارة عندما بشر بإسحاق. فهذه الشجرة التي يقدر عمرها بحوالي 4500 عام تحافظ الكنيسة على ما تبقى من آثارها. هذه الكنيسة انبنت على سبة البلوطة سيدنا إبراهيم، وعلى أساس بنوا الكنيسة فوق وسموها باسم ست نصارى وسيدنا ابراهيم اللي هي اسم الكنيسه. وهذه بيجوها من جميع احناء العالم، سواء مسلمين او مسيحيين. الكنيسه اليتيمه كما يحلو للبعض تسميتها تبلغ مساحتها ما يقارب 600 متر مربع، ومبنية من الحجر على أرض مساحتها 70 دنما، واتخذت في مخططها شكل الصليب يحافظ عليها سكان الخليل منذ القدم. لهم عندنا هاني 153 سنة، بال 153 سنة من حمد الله عمره ما صار أي مشكلة لا بين الجيران ولا بين أهل الخليل ولا بين أهل البيجو ولا الكرب. من حمد الله مكان آمن وممتاز 100%. تتزين الكنيسة من الداخل بالعديد من الرسومات والصور لمن يعتقد أنهم عدد من الأنبياء، فيما سرقت مجموعة من الأعمال الفنية القديمة خلال حادثة سطو تعرضت لها الكنيسة خلال حكم الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية من قبل عصابات آثار إسرائيلية. ما زالت هذه الكنيسة شامخة على أرض مدينة الخليل منذ ما يزيد على 150 عاما، وزوارها يأتون إليها من كل أرجاء العالم، والمواطنون هنا يحافظون عليها، فهي آمنة على معالمها ومبانيها وصلبانها. من داخل كنيسة المسكوبية بمدينة الخليل، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. القدس.com